اقول ان انا مبسوط جدا وجاي بتفرج على الفيلم تاني مره، لان انا شفته في مهرجان الاقصر اول مره، وسعيد انه بيتعرض. ومحمد خان كالعاده بيوحش كل الناس اللي بتحب السينما وكل الناس اللي بيحبوه، ودول كتير. فاتمنى ان شاء الله، او يعني انا بالعكس ده انا بقول لهم ادخلوا هتتفرجوا على فيلم حلو من افلام محمد خان. ما انا ما بفهمش التهمه دي قوي بصراحه، ما يعني ما بفهمش يعني ايه افلام مهرجانات وافلام جماهيريه يعني ماشي. لا وفي افلام بتجيب ايرادات وبتبقى يعني الفيلم الكويس بيبقى فيلم مهرجانات ياخد جوائز وبيتعرض في جماهيريه وبيعمل شغل كويس، ودي توليفه مش سهله وتكرارها صعب شويه لانها حاجه نادره. والله اهو يعني بص، وانت جاي تتفرج على فيلم لمحمد خان وانت جاي تشوف حاجه لطيفه وحلوه، فاكيد لازم تبقى متفائل شويه، فده اللي حصل معايا بصراحه. فيعني ان شاء الله اللي جاي احلى. مفيش عندي سيناريو قاعد بشتغل عليه لسه في الاوائل اهو، بس يعني ان شاء الله يبقى في موضوع كده، وعايز ادخل فيلم عشان كده ما رضيتش ادخل الفيديو السنه دي. لا لا ان شاء الله اجازه اجازه السنه دي، السنه دي انا متفرج بس بقى في رمضان باذن الله. تابعوا اخباري على بوابه وشوشه. تمام ميرسي.